اللي كان مدعو لي النهارده من النقابه العامه ومن الاستاذ سامح عاشور. انا تجولت النهارده في محاكم الجيزه بالكامل، واختتمت جولاتي بحضور لمقر نقابه الجيزه. الملاحظ ليا ان النهارده يوم عمل عادي، ان الزملاء لم يمتثلوا للاضراب المدعو ليه ولم يمتثلوا الدعوه للاضراب، والجميع اشتغل والجميع شاف شغله، والمحاكم كلها انتظمت واشتغلت. وده لقناعه الزملاء بان اللي حصل ده مشكله حصلت بين ضابط وبين محامي. النيابه تدخلت وشافت ان الضابط اعتدى على المحامي، فامرت بحبس الضابط 4 ايام على ذمه التحقيق وحولته المحاكمه عاجله. وبالتالي فان والداخليه كمان استجابت لهذا الامر واوقفت الضابط عن العمل. فالزملاء شافوا ان مفيش دعوه للاضراب، مفيش داعي للاضراب، لان القانون هياخد مجراه، واحنا في دوله قانون واحنا رجال قانون. شايفين ان الدعوه بحد ذاتها ادت الغرض منها، نظرا لان الضابط المسؤول عن هذه الوقعه تم محاسبته مبدئيا، ونحن ننتظر ما سوف يتم من اجراءات قبله. الداخليه مشكوره قامت باجراءها، النيابه مشكوره قامت بالاجراء القانوني المتبع في هذا الشأن. مشكله فرديه انتهت بالتحقيق، ولا داعي للاضراب ولا يوجد اضراب اصلا، وان المحامين طبقه المثقفين تعي ما تمر به البلاد من ازمات، ولا داعي لخلق ازمه جديده بين المحامين والداخليه.